مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج سيدتي تجمعنا فيكم عبر روتانا خليجية. في بداية الحلقة تتقدم أسرة سيدتي وقناة روتانا خليجية بأحر التعازي لأسرة الفقيد العملاق وديع الصافي، وإن شاء الله الله يصبر أهله ومحبينا. وبمناسبة يوم البصر العالمي أحب أوجه تحية تقدير لكل طبيب ومختبر للعيون. وقبل ما أعطيكم العناوين مشاهدينا، أمسي على زميلتي خلود في جدة، ولاحقا بنتضم لنا رنيم. مساء الخير خلود. يسعد مساك يا هدى ومساء مشاهدينا الكرام. طبعا انا اضم صوتي لصوتك بخصوص التعازي، احر التعازي للفقيد الفنان وديع الصافي. طبعا زي ما قالت زميلتي هدى، احنا عندنا العديد من الفقرات المتنوعه والمختلفه. اليوم فقرتنا من جده حنتكلم فيها عن دراسه. ايش بتقول هذه الدراسه؟ هذه الدراسه بتقول انه الاداره او دراسة أو تقول أنه إذا كان الرجل مدير أفضل بكثير من أن تكون المرأة هي المديرة. إيش معناته ده الكلام وتفاصيل هذا الدراسة حنعرفها، لكن خليني أذهب مرة أخرى للزميلة هدى وأرى ماذا لديها من عناوين. إيش عندك يا هدى؟ يعطيك ألف عافية خلود، أكيد عندنا الكثير مشاهدينا. وبعد أنت خلود ننتظر فقرتك من جدة. وقبل ما أعطيكم العناوين مشاهدينا، أحب أذكركم أن مواقعنا تقدرون تتواصلون تشوفونها على الشاشة من خلال تويتر وفيسبوك، وتقدرون تشوفون الحلقات اللي فاتتكم على يوتيوب. أما الحين فإليكم العناوين. في سيدتي اليوم، هل العمل تحت الإدارة الرجالية أرحم من العمل تحت إدارة المرأة؟ لبنان والعالم العربي يودع عملاق الأغنية العربية وديع الصافي. تخصصي الملك خالد للعيون يحتفل بيوم البصر العالمي. آسيا عثمان تطلعنا على أبرز حلويات العيد. نجوم أضواء ولقاء خاص مع الفنانة يارا. نبدأ مشاهدينا حلقتنا مع استعراض العدد الجديد من مجلة سيدتي، وعلى الغلاف سيرين عبد النور: الشكل لم يعد هدفي. وتصرح سيرين لسيدتي: فكرت بالاعتزال أثناء تصوير مسلسل لعبة الموت. وننصحكم مشاهدينا بقراءة تحقيق في العدد الجديد من سيدتي بعنوان: أعملي وأنت في بيتك لكن احترسي من الكسل، والذي يحمل في تفاصيله الكثير من الأفكار المفيدة للمرأة كي تعمل من المنزل دون أن يكون عليك الالتزام بساعات عمل طويلة ومملة. كما يمكنك سيدتي من خلال هذا التحقيق التعرف والاستفادة من تجارب النساء في هذا المجال. ولأن لنفسك عليك حق، زوري صفحات زاوية خاصة والتي من خلالها يمكنك التعرف على شخصيتك ونقاط ضعفك وكيف تقوينها بعد عمل اختبار قصير بعنوان: ماذا تعرفين عن جهاز الإنذار في داخلك؟ مشاهدينا، العلاقة الحميمة بين الزوجين خصوصية لا يمكن فضحها، لذلك في كل أسبوع نخصص للمشاكل الحميمة صفحات للحديث عن أهم المشاكل الحميمة عند الزوجين. وهذا الأسبوع نتحدث عن الرضا بين الزوجين في العلاقة الحميمة. مشاهدينا، كانت هذه أبرز العناوين اللي اخترناها لكم وغيرها الكثير في أقسام أزياء، ديكور، مطبخ، طب بديل وتحقيقات. ففي كل عدد مواضيعنا شاملة لكل جوانب حياتك، فمع سيدتي عالمك في مجلة. مشاهدينا، بننتقل لموضوع قد لا توافق عليه معظم السيدات: هل العمل تحت إدارة رجالية أرحم من العمل تحت إدارة المرأة؟ خلود في جدة والتفاصيل. إليك خلود. شكرا لك يا هدى. بالفعل يعني زي ما تفضلتي وذكرتي انه كثير من السيدات لا توافق عليه. انا طبعا بالنسبه لي الراي المتواضع الشخصي انه لا، يعني الفرق هنا بالمهنيه والاحترافيه، ليس بين مراه ورجل. لكن ما ادري انت تتفقي معايا انه الموضوع ده متوارث، انه هو الرجل هو القائد، هو الرجل هو اللي لازم يقود المركب دائما. هو خلود في بعض المجالات ممكن المرأة تكون قيادية بشكل أحسن من الرجل، فهذا الموضوع نسبي، يختلف من المجال ويختلف من يعني منو اللي شنو موضوع اللي قاعدة تقود فيه المرأة. فالموضوع مو أن منو يقود المرأة ولا رجل، الموضوع منو أكفأ أنه يقوم بهذه العملية. وأكيد بنناقش معك الموضوع ونشوف تفاصيل معك خلود.
أكيد وأكيد والله يا هدى، إحنا عندنا أسئلة كثير حابين نطرحها على ضيفنا عشان نعرف مدى مصداقية هذا الموضوع أو مدى مصداقية هذه الدراسة اللي بتشير إنه إدارة الرجل أفضل من إدارة المرأة. أسئلتنا حنطرحها على ضيفنا لكن بعد ما نشوف التقرير ثم نعود لبدء الحوار، نشوفه سوا. تظل بيئة العمل هي أكثر ما يؤثر في حجم المشاركة والعطاء الوظيفي لدى الموظف، ومع تزايد مشاركة المرأة في ميدان الأعمال بدأ يتكرر مفهوم جديد حول تفضيل الموظفات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إشراف الإدارة الرجالية عن الإدارة النسائية لعدة أسباب، ومنها ثقة المرأة برؤية المدير الرجل وميله لتنفيذ القرارات بشكل أسرع وبدون تعقيد. إن الرجل عامة هو يكون جدي أكثر يعني وحازم في العمل، إنه ما في أشياء شخصية تدخل في الدوام يعني، فإحنا نفضل أفضل من المرأة يعني. الإدارات الرجالية مع النساء يعني حيكون وقت العمل عمل بس بيراعي كونها امرأة أكثر، يعني حيعرف إنه في فرق ما بينه وبينها، لكن بعض الحريمات تقول أنت خلاص أنت تتحملي زيي. متفهم وحال يعني يعطينا الشغل خلاص شغل. مو انه لازم شيء يعني يكون عاطفي او شيء، لكن المراه لا يعني ما تنفع صراحه يعني لما تكون مديره، لانه بتاخذ يعني احيانا حساسيه بيننا وزي كذا. البعض يرى بان العداله والحياديه والابتعاد عن العاطفه في اصدار القرارات قد لا تتوفر دائما في المراه المديره، الى جانب انها قد تستغرق وقتا اطول عند اصدار القرار، كما انها قد تتردد كثيرا قبل ان يرى النور خوفا من تبعات المسؤوليه، وذلك بعكس الرجل. بيراعي المرأة أكثر في الشغل، لكن المرأة بتكون خلاص شغل أو إنه بتكون كتعامل المرأة ما بتتقبله منها كشخصيا. بفضل إنها تكون في مجال العمل، تكون مديرتي. أولا المرأة تتفهم وضعي، بتقدر دائما، ما بتكون حازمة زي الرجل. في أشياء بقدر أتكلم فيها مع المرأة مع السيدة ما بقدر أتكلمها مع الرجل، فطبيعي المرأة بتكون سلسة سهلة في التعامل دون الرجل. الرجل بيتعامل مع المرأة أفضل بكثير، لأنه ما بيدقق في تفاصيل كثيرة غير عن المرأة، في أدق التفاصيل ممكن تحاسب عليها. أنا كموظفة يعني ما أعرف، فبشتغل في معرض يعني ممنوع أشياء كثيرة، يمكن لو كان معي رجل لا راح يقدر إنه لا ارتاحي شوية خدي بريك، المرأة لا. الأنانية واحدة من الصفات التي ينفر منها الجميع إذ كانت في المدير، بينما نقص الصلاحيات قد تكون السبب الأهم في تفضيل الموظفات لإدارة يشرف عليها الرجال تهدف للإنجاز في العمل. لبرنامج سيدتي بشاير نجار، جدة. إذا مشاهدي الكرام، إحنا شفنا التقرير وتعرفنا على آراء السيدات بخصوص هذا الموضوع، لكن احنا حابين نتكلم بتوسع وبتعمق اكثر مع ضيفتي في الاستوديو الدكتوره غاده عبد العزيز صويغ، مسؤوله موارد بشريه وتدريب. يسعد مساكي دكتوره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. تتفقي مع هذه الدراسه ولا لا؟ وليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا إذا نبي نقول عن الدراسة والبحث العلمي، طبعا 90% حسب الدراسات المرأة تفضل أن يديرها رجل، وكمان أنه 85% منهم بيقولوا أنه هي بتكون قاسية أكثر في قراراتها عشان تثبت أنه هي في مكان القيادة. طب ما تتفقي معي ان الموضوع ده مخالف لطبيعتنا؟ هو مخالف طبعا للطبيعه، لكن اذا احنا بنتكلم على الستيريوتايب او اللي هو المعروف او السائد، هو هذا الكلام مظبوط. ونقدر نعلله باسباب كثير، لانه المراه في مكان العمل او في مكان القياده بالذات بتكون زي ما تكوني عارفه يعني انه تحت النظر، تحت المجهر، فهي تبى تثبت انه هي تقدر تكون قائدة، تقدر تدي قرارات وتقدر تكون قوية في المكان اللي هي فيه. عشان كده لما تبي تثبت عكس السائد فبيخليها انها بتكون اقسى من الرجل في هذا الشيء، فتلاقيها يعني تمسك اكثر في رايها او تكون اقوى. حضرتك ايش بتفضلي؟ اكيد لا طبعا ما افضل الاسلوب هذا، لكن بتفضلي قيادة الرجل ام المرأة؟ بالنسبة لي انا
يعتمد على الوظيفة. شوف في أنواع وظائف لازم يكون فيها مثلا رجل، وفي وظائف يعتمد على المرأة. في إيش يختلف؟ يختلف في الصفات اللي بتميز المرأة والرجل، أصلا بطبيعتهم هم مختلفين. عندك الرجل يتميز في المفاوضات والنقاشات والأخذ بالرأي، زي بي عنده يعني هذا الأسلوب القوي. المرأة عندها الرعاية، عندها هذا الشيء قوي جدا في صفاتها، تقدر ترعى المجموعة، تقدر تاخذ بالها منهم. فالوظيفة إيش اللي تناسبها؟ أنت الوظيفة مثلا اللي لما تقول وظيفة مدرب أو وظيفة موارد بشرية، لأنه بيستعامل مع الناس كثير، فهذه ممكن تكون تقودها مرأة أو تكون ناجحة فيها. لكن إذا كان عندك وظيفة ثانية، لو كانت وظيفة مثلا الإنسان لازم يسافر وياخذ قرارات سريعة يعمل عقود ونيغوشيشن، يعني عندك المفاوضات، المفاوضات أثبت الرجل أنه يكون أشطر فيها أو يعني يكون أنجح فيها. طبعا هذه ما في قاعده ثابته، تلاقي في احيانا سيدات بيكونوا هم بالضبط ما ده الأكثر. لكن احنا اذا بنعتمد على الدراسات او بنتكلم على الحياه، بس انت قلتي كلمه جدا حلوه، انا نفس الكلمه دي قلتها مع زميلتي هدى في المقدمه، لما قلت انه هل احنا تعودنا انه الرجل هو القائد، انت قلتي يعني انطباع سائد، يعني ثقافة مجتمع ممكن نعزو ده الشيء لثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع طبعا ليها تأثير كبير، لأنه أنت بتتكلمي على المايند سيت اللي هو العقل كيف بيتشغل، وإيش الأشياء اللي بتثير، وإيش الأشياء هي أشياء متراكمة على مدى السنين، ما هي حاجة تقدر كذا بكليك إنه إتس أوكي ويقدر يمشي الموضوع. لا، هذه الثقافة، ثقافة بتبنى على وقت طويل من الأسرة، بعدين المجتمع، فتشوف الطبقات المعقدة الكومبليكيتد اللي موجودة في هذه الفكرة بس السائدة. طيب يعني الست دحين احنا دائما بنسمع كلمة، يعني بصراحة أنا شخصيا بتضحكني جدا، الله لا يحطكم تحت إدارة ست، مفترية الست، مش عارف إيش الست. فيعني أنت ما تلاحظي أنه ممكن يكون في جزء من ده الكلام صحيح، لأنه المرأة انحرمت القيادة وبعدين فجأة صارت قيادة؟ هي في نظرية طلعت في السبعينات إيه؟ اسمها الكوين بي سيندروم، اللي هي نظرية الملكة النحل. تعرف ملكة النحل كيف هي تكون سائدة؟ تمام. في العمل المرأة بتكون زي كذا، طبعا مش كل مرأة، لكن المعروف أو في حسب الدراسات إنه هي بتكون زي ملكة النحل. أنا ويعني أنا اللي في القيادة، وأنا اللي أكون، وأنا فعشان كذا يمكن فيها هذه العنف شوية، إذا كنا بنقول إنه هذه النظرية صحيحة ولا لا، لكن فيها جزء من الصحة أكيد، لأنه بنشوفها في مكان العمل أحيانا المرأة تستأثر وتكون في مكان القيادة. لكن هذا في الحياة بتلاقي أمثلة كثير لسيدات ناجحات، وبالعكس بيكونوا يدعون للسيدات زيهم. نقول ثقافة سائدة، نرجع تاني لنفس النقطة، بس برضو يعني برضو من الثقافات السائدة أو ما أدري، هي حقيقة أنه المرأة ما نقدر نسميها decision maker أو صانعة قرار، فهل هذا الشيء أو هي تخاف من اتخاذ القرار؟ زي ما قلنا بعض الأحيان يعني في سيدات زي ما قلنا بتكون قوية بزيادة، وفي أحيانا نماذج بتكون يعني هذا يعتمد على الشخصية. طبعا كل شخصية، مو سبب الرجل في ده الموضوع؟ بالعكس، أنا ما أقدر أرجع تاني إنه يعني هي الثقافة أكثر منها الرجل، يعني هي الثقافة السائدة في المجتمع أكثر منها إنه هو الرجل اللي نقدر نقول عليه أو نقول إنه هو السبب في هذا الموضوع. لأنه الرجل صراحة في هذه الأيام بنلاقيه أكثر واحد بيساند المرأة، أكثر واحد بيعطيها دعم حقيقة، وبنلاقي أمثلة كثير موجودة في المجتمع على الموضوع ده. فلا، ما أقول إنه الرجل هو السبب، بالعكس يعني الرجل بيساعد صراحة، وحتى في مكان العمل كثير بتلاقي الرجل هو الدعم للمرأة، بالذات لما تكون لسه جاية على البيئة الجديدة فبتلاقيه برضو بيساعدها. طيب دكتورة، بوجهة نظرك الرجل يعني عنده ثقة بإدارة المرأة؟ يعني حضرتك قلتي الرجل هو اللي بيدعم، هو اللي بيساعد، لكن هو عنده ثقة أنه تكون مديرته مرأة؟ في بعضهم، يعني على حسب أنا عندي في العمل والاحتكاك يعني في مجال الشغل اليومي، في كثير منهم ما عندهم أي مشكلة لما هو يكون، نرجع تاني للمايند سيت حقته، كيف هي، كيف تفكيره، كيف أسلوبه، كيف ثقته في الشخص سواء هو مرأة أو رجل.
عارفة الثقة بتتكون على مدى يعني الأيام في العمل وتبان، فهو مع الأيام ممكن بالعكس يثق فيها أكثر من الرجل. هو يعتمد على الشخصية، ما نقدر نقول مرأة ورجل، يعني إحنا لو شوية نحط موضوع المرأة والرجل نبعده عن الموضوع، نتعامل مع إنسان قائد وهو اللي مثلا في يده يعمل الديسيجن أو اللي يساعد أو اللي يعطي السبورت، ممكن شوية، لكن ما ممكن. عارفة الواحد دائما عقله إيش هو السائد وإيش هو هذه، بنيجي نلبس المكان بأشياء إحنا. يمكن هذه الأشياء اللي بتسود دكتورة غادة، يمكن هي اللي بتخلي المرأة تفقد القليل من ثقتها بنفسها، لما تسمع دائما أن الرجل اللي بيرفع الشركة دي، الرجل هو يعني صاحب المهام الصعبة، هو اللي بينجح، يمكن ده الشيء أضعف ثقتها بنفسها. ممكن، لأنه جزء من اتخاذ القرار الثقة بالنفس. صحيح صحيح، لكن كمان. صح كلامك، لكن إيش نبغى إحنا نقول؟ إنه هي هذه ما هي هي العرف السائد، وبنلاقي كثير النجاحات للمرأة في أماكن يعني بتكون فيها هي القائد وبتقود السفينة وبنجاح يعني، وهذه في كثير من الأمثلة اللي نقدر كمان إذا ما شفناها هنا نقدر نشوفها برا، يعني حتى في الخارج وفي أمريكا مش كثير تلاقي في الإكزيكتيف السي إي أوز كثير من الناس، لكن الآن تلاقي سيدات وبيشار ليهم بالبنان بأسلوبهم وطريقة قيادتهم، وممكن نتعلم منهم الكثير يعني. صحيح. دكتورة غدا، أنا سألتك إذا كان الرجل يثق بقيادة المرأة له، حضرتك يعني تفضلتي مشكورة وأجبتينا، لكن يا ترى الرجال اللي عملنا لهم استطلاع رأي في الشارع من خلال سيدتي، إيش كان رأيهم؟ خلينا نشوف استطلاع رأي هذا ثم نعود. الرجل متفهم أكثر ومتمرس أكثر في العمل، المرأة حساسة شوية، أحسها ممكن تدخل عواطفها في العمل، وهذا الشيء ممكن يأثر عليه، ممكن يأثر على العمل. ما حشتغل أصلا. ليه؟ ما حقدر أتعامل مع، يعني تصير مرأة مديرتي، يعني ممكن تنرفزني، ممكن يعني حاجات زي كذا تصير. على حسب كفاءته، أنا شخصيا ما يفرق معي، إذا كان كفاءته في عمله تعامله معنا كويس كذا ما يفرق معي الموضوع ده. يعني ممكن لو المرأة مديرها مرأة مثلا، ممكن تصير حساسيات، غيرة، يعني معروف مجتمع النساء يختلف، يعني مجتمع الرجال، مجتمع النساء في غيرة، في حساسية، في يعني حقد، يعني معليش على الكلمة هذه. كاتفاق بين المرأة والمرأة أحس أنه أصعب من أنه يكون اتفاق بين الرجل والرجل كوسيلة تفاهم، أو أنه في التفاهم بالضبط، يعني أحس أنه المرأة تتقبل من الرجل والرجل يتقبل من المرأة أكثر من أنه الطرفين يتقبلوا من بعض، نفس الجنس يتقبلوا من البعض. إحنا كسيدات نتقبل فكرة إنه يكون مديرنا رجل، والرجال زي ما شفنا في التقرير رفضين، مش رفضين، في جزء منهم يقول لك أسباب، والأسباب هذه طب ما الغيرة موجودة أيضا مع الرجال، تتفق معي دكتورة ولا لا؟ الرجال في بينهم غيرة، في بينهم حقد في العمل، وفي مشاكل بينهم يعني، فمش بالضرورة إنه خلاص إحنا نختلق حجج، إذن هو الرجل هو السبب في الموضوع أصلا. والله ما نقدر نلوم الرجل أو المرأة، لكن إحنا نبغى نقول إنه مكان العمل نحاول بقدر المستطاع إنه يكون مكان مهني واللي يعني يمشي أموره هي الأشياء المهنية. بس زي ما قال في التقرير، إحنا لاحظنا واحد بيقول لك الغيرة والحقد، هذه كلمة شوية صعبة، يمكن الغيرة الواحد ممكن يتقبلها في مكان العمل. لو قلنا الغيرة والتنافس، ممكن يكون تنافس هذا أو غيرة تخلي الموضوع أو تخلي الإنسان يتنافس إنه يكون أفضل. طب هم ما وهذه غيرة إيجابية، وسواء رجل أو مرأة، إلا طبعا حتى ترى الرجال عندهم موضوع التنافس في العمل. باختصار شديد جدا، لأنه أبغى أختم الفقرة، دكتورة كيف المرأة تكون قائد ناجح؟ زي ما خلال تجربتك طبعا، زي ما قلنا انه المرأة دحين تقلدت مناصب كثير في البنوك وغيرها وفي الشركات الأهلية وغير كذا، بتكون قائدة ناجحة، لكن كمان يبغى لها المرأة عشان كمان تنجح اكثر دائما تاخذ المشورة، انه لما تيجي تبي تعمل شيء اخذ المشورة دائما مهم، وهذا اللي بنلاقيه بيمتاز به الرجل، دائما ياخذ المشورة من اللي حواليه، من اللي سبقوه في الخبرة، من حتى اللي يكون مثلا احتك به ولقى انه عنده شيء مهم ويقدر يفيده. احنا لازم كمان هذا الموضوع
أخذ المشورة هذا شيء مهم، ما أقول إنه لا أو إيش حيقول لي أو إيش حتقول لي وإيش حتفيدني، لا الناس بتفيد، أخذ المشورة هذه من الأشياء المهمة. يعطيك العافية دكتورة غادة، وشكرا تواجدك لسيدتي، وفعلا نصائحك يعني أفدتينا فيها. تسلم، شكرا، شكرا لك. شكرا سهلا. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد فاصل قصير خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، لبنان والعالم العربي يودع عملاق الأغنية العربية وديع الصافي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا الآن لأخبار السعودية. نبدأ مشاهدينا مع خبرنا الأول، حيث علمت الحياة أن دورية للشرطة أوقفت ثلاث سيدات كن يقودن سيارتهن في أحد شوارع الرياض، فيما جدد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور تأكيده أنه لا يوجد أي توجيه للأفراد العاملين في الميدان بالقبض على المرأة التي تقود سيارة. وذكر المصدر للحياة أن ما جرى للسيدات ليس للمرور أي دخل فيه، بل إن من قام بتوقيفهن هم الشرطة، مؤكدا سريان ما صرح به سابقا المدير العام للمرور في المملكة اللواء عبد الرحمن المقبل، أنه في حال ضبط امرأة تقود المركبة داخل الأراضي السعودية فالإجراء المتبع هو مخالفة مرورية فقط، لأنها تقود من دون رخصة قيادة. وشهد حي المرسلات شمال الرياض تفاصيل توقيف السيدات الثلاث التي كن يقودن سيارتهن عصر الخميس من إحدى دوريات الشرطة، وذكرت إحداهن أنه تم التعامل معنا بشكل راقي ومتفهم جدا. وقالت عزة الشامسي للحياة: تم توقيفنا من إحدى دوريات الشرطة في الطريق، ثم توجهنا معها إلى مركز شرطة العليا ووقفنا هناك أمام القسم من دون أن يتم إنزالنا من سيارتنا. مضيفة: تم توجيه بعض الأسئلة إلينا، ثم قام أحدهم بطلب توقيع تعهد بعدم القيادة مرة أخرى. وقالت الشامسي: تصريحات مجموعة من المسؤولين والمعنيين بقضية قيادة السيارة التي ترمي إلى الاكتفاء فقط بتحرير مخالفة في الفترة الحالية وعلى رأسهم جهاز المرور، دليل على أن هناك تفهما ومراعاة لحاجة المرأة إلى القيادة. يذكر أن شوارع الرياض والخبر وجدة شهدت منذ نحو أسبوعين قيام مجموعة من النساء بقيادة سيارتهن بأنفسهن، وذلك تزامنا مع تدشين حملة شعبية على الإنترنت تطالب بقيادة المرأة السيارة بعنوان قيادة 26 أكتوبر، والتي تخطى عدد مؤيديها نحو 15,000. ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر، حيث عفى رجل سعودي عن قاتلة ابنته بعد أن حاولت الانتحار حزنا على وفاة ضحيتها. بحسب صحيفة عكاظ، وتوفيت الشابة عن طريق الخطأ بطلقات نارية من بندقية كلاشينكوف أثناء مزاحها مع ابنة عمها وصراعهما للاستحواذ على الرشاش، لتنطلق رصاصة طائشة وتستقر في رأس القتيلة التي توفيت على الفور. وقد دخلت ابنة عمها القاتلة في حالة هستيرية وهي تشاهدها ملطخة بالدماء، وحاولت الانتحار لولا تدخل بنات عمها.
وبعد ساعات قليلة قضتها في قسم الشرطة تفاجأت القاتلة بعمها مهدي عوض كردم الفطيح وأسرته يطالبون بالإفراج عنها والعودة معهم إلى منزلهم. وبعد تفاهم المحققين للقضية وتعرفهم على ملابساتها سمحوا للفتاة التي كانت متهمة بالعودة مع عمها. ومن جانبه قال والد الفتاة قاتلة الخطأ منع عوض كردم الفطيح إن شقيقه عفى لوجه الله عن ابنته والتي كانت وما زالت تعيش معه في منزله منذ عامين ويعاملها كواحدة من بناته. وأشار الوالد إلى أن ابنته تسكن مع عمها لكي تكون قريبة من جامعة نجران التي تدرس بها. مشاهدينا، مثل ما علم أمس ودع العالم عملاق الغناء اللبناني والعربي وديع الصافي. المزيد في التقرير التالي، نتابع. لبنان لبنان يا قطعة سماء. غيب الموت مساء أمس الفنان اللبناني الكبير وعملاق الطرب في لبنان والعالم العربي وديع الصافي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض انتهى بجلطة دماغية أسكتت صوت الجبل. وبذلك خسر لبنان قامة فنية مهمة كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه وفي نشر الأغنية اللبنانية في الوطن العربي والعالم. رحل الصوت المخملي الفخم ملك العتابة والميجنة والمواويل الذي غنى للإنسان، للحب، للأبناء، للآباء، للطبيعة بسمائها وبحرها وجبلها ووديانها، غنى للغربة وللوطن بأجمل صورة. السيف ما بتغلى دماء وللضيف من قلو هلا هلا. إضافة إلى الجنسية اللبنانية يحمل وديع الصافي واسمه الحقيقي وديع فرانسيس من بلدة نيحة الشوفية في جبل لبنان ثلاث جنسيات أخرى وهي المصرية والفرنسية والبرازيلية. سنة 1952 تزوج وديع الصافي من مالفينا تانيوس فرانسيس إحدى قريباته فرزق بدنيا، مارلين، فادي، أنطوان، جورج وميلاد. مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود أثرى الصافي خلالها المكتبة الموسيقية بالكثير من الأعمال الفنية المتميزة. انطلاقة وديع الصافي الفنية كانت عام 1938 حين فاز بالمرتبة الأولى لحناً وغناءً وعزفاً من بين 40 متسابقاً في مسابقة غنائية نظمتها إذاعة لبنان الرسمية والمعروفة حينذاك بإذاعة الشرق الأدنى. غنى الصافي للعديد من الشعراء خاصة أسعد السبعلي ومارون كرم، وتعاون مع العديد من الملحنين كالأخوان رحباني، زكي نصيف، فيليمون وهبي، عفيف رضوان، محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. جذب وديع الصافي الأجيال بصوته وأطرب الكبار والصغار، فغنى مئات الأغاني مثل لرميلك حالي من العالي، لبنان يا قطعة سما، جايين على الله تعود، عندك بحرية، الليل يا ليلى، الله يرضى عليك، عاليادي اليادي، يا عيون بابا، ويا ويل حالي، وغيرها من الأغاني الضخمة. رح حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق
بالفي بالنبع بالزيح جناحك بريشة نور. قال عنه محمد عبد الوهاب عندما سمعه يغني أوائل الخمسينيات أغنية ولو المأخوذة من أحد أفلامه السينمائية، وكان وديع الصافي يومها في ريعان الشباب. من غير المعقول أن يملك أحداً هكذا صوت، فشكلت هذه الأغنية علامة فارقة في مشواره الفني، وتربع من خلالها على عرش الغناء العربي، فلقب بصاحب الحنجرة الذهبية، وقيل عنه في مصر أنه مبتكر المدرسة الصافية في الأغنية الشرقية. لوديع الصافي أعمال مسرحية عديدة، منها العرس في القرية، موسم العز، أرضنا إلى الأبد. كما شارك وديع الصافي في أكثر من فيلم سينمائي، من بينها الخمسة جنيه، غزل البنات، موال، ونار الشوق مع صباح. ليليكي كانت نور يسبح في ضي بحور، صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل قدر. كرمه أكثر من بلد ومؤسسة وجمعية، وحمل أكثر من وسام استحقاق، منها خمسة أوسمة لبنانية نالها من الرؤساء كميل شمعون، فؤاد شهاب، سليمان فرنجية، لياس الهراوي. كما منحه الرئيس إميل لحود وسام الأرز الوطني برتبة فارس، ومنحته جامعة الروح القدس في لبنان دكتوراه فخرية في الموسيقى. وديع الصافي سيظل حيا في نبض الشعوب، وستظل مسيرته الغنائية المثالية نبراسا مضيئا تستنير منه الأجيال القادمة، ومنهلا تستقي منه. خسارة لبنان والوطن العربي بغيابه بالغة، وعزاؤنا كبير لعائلته ومحبيه. نتقدم مشاهدينا مجددا بأحر التعازي لأسرة الفقيد، وحتى لو هو توفته المنية أكيد صوته رح يتم معانا ورح نسمع على طول، ورح يكون رح يبقى على طول هو علامة من علامات الفن العربي. احنا مشاهدينا بنطلع فاصل وراجعين لكم، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تخصصي الملك خالد العيون يحتفل بيوم البصر العالمي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اليوم العالمي للبصر هو يوم توعوي يحتفل به عالميا في ثاني خميس من شهر أكتوبر، حيث يتم خلال هذا اليوم تسليط الضوء على العمى والإعاقة البصرية. المزيد حول هذا اليوم مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم. مساء النور هدى، وبالفعل كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي وقعت على وثيقة دعم مبادرة الرؤية الحق في الإبصار، كان ذلك في سنة 1422 للهجرة الموافق 2001 للميلاد. ومن هنا تحتفل مدينة الرياض باليوم العالمي للبصر، حيث نظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون معرضا توعويا بهذه المناسبة. التفاصيل مشاهدينا في التقرير التالي ونبتدي حوارنا. نظم قسم التوعية الصحية في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون معرضا توعويا بمناسبة اليوم العالمي للبصر، والذي أتى هذا العام بشعار صحة العين للجميع. الهدف من هذا
التوعية هي إرسال رسالة للمريض متى يحتاج أن يكشف على عينه وفي أي وقت، خصوصا لدينا بعض الأمراض منتشرة مثل أمراض السكر، وبالتأكيد حينما يقوم المريض بالاكتشاف مبكرا تكون النتيجة أفضل ونتلافى فقد البصر. مع الأسف في أعداد كبيرة جدا، لأننا مستشفى تحويلي تجينا وهي متقدمة ويكون التدخلات متأخرة كثيرا والنتائج تكون يعني ليست كما ينبغي لو بدأ المريض من البداية متابع السكر سواء بشكل عام للجسم أو بما يخص العيون. أيضا يوجد أمراض مختلفة سواء وراثية، أمراض المياه الزرقاء، وكما اطلعتي في المعرض حقيقة نحن سعداء بمشاركة القطاعين الخاص والجمعيات الخاصة بهذا المجال، وهي جميعها تصب لهدف واحد هو إرسال رسالة للتوعية للمرضى. يوم البصر العالمي فعالية تقام سنويا للتوعية بأمراض العيون والتي تؤدي إلى العمى. الفعالية هذه هدفها توعية المجتمع بشكل عام عن أسباب المؤدية للعمى وطرق تجنبها وأيضا علاج الأمراض العين بشتى أنواعها من الساد الأمراض الشبكية وأمراض الماء الأزرق وأمراض الأطفال والحوار. يتيح هذا المعرض للزوار الفرصة لفحص النظر وضغط العين الداخلي من قبل أخصائيين في مجال العين، ويوفر كل أنواع التوعية للمحافظة على النظر بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية ورعاية المكفوفين. احنا مثلا نستهدف مثلا من مشاركتنا بهالفعاليه انه نستهدف مثلا انه كيف والله نوصل رساله للمجتمع انه المكفوفين اسوياء يستطيعون مثلا يمارسون كل شيء مثلا يعني هم ومجتمع فعال بالنسبه كافراد في المجتمع. نستهدف انه والله نقول للمجتمع انه احنا جزء منكم، نستهدف نوصل رساله انه كيف الكفيف يستطيع وكيف يستطيع يتعلم، كيف يستطيع مثلا يمارس كثير من المهارات اللي الكثير من افراد المجتمع ما يعرف ان الكفيف يمارسها، حتى على مستوى الترفيه، على مستوى الثقافه، على مستوى المهارات الاجتماعيه، كل هالاشياء يعني الكفيف يتمتع فيها، وهي رساله اردنا ايصالها للمجتمع. للتفاصيل أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور وسيم عالم رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية السعودية لطب العيون. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. بداية حدثنا عن أهمية وجود يوم عالمي للبصر. اليوم العالمي للبصر هو أحد الأيام المعتمدة من منظمة الصحة العالمية دوليا كأحد الأيام التوعوية بأمراض العيون وكيفية الحفاظ على صحة العين. بدأ أول مرة كانت الاحتفال بفعاليات يوم البصر في عام 1998 وعادة ما ينظم في ثاني خميس من شهر أكتوبر في كل عام. نعم يعني عدد كبير طبعا من الدول مشتركة بهذه المبادرة، لكن هل في المملكة فعلا عندنا عدد كبير من الإصابات بأمراض العيون تحديدا العمى لا سمح الله؟ طبعا المملكة زيها زي العديد من الدول، عندنا في كثير من الأمراض اللي تسبب للعمى، منها على رأسها يمكن أكبر مسبب عندنا المسببات العمى اللي هو مرض السكري وتأثيرات السكري على شبكية العين والعين أجمع. من الأمراض الأخرى طبعا العمى يمكن يقسم إلى عمى ممكن علاجه وعمى يكون يعني عمى له نهاية وعمى ما له نهاية، يعني جزئي مثلا أو نعم كلي، أو مثلا مثل مرض الموية البيضاء أو الكاتراكت، هذا أحد الأمراض اللي تسبب العمى ويكون عادة مع تقدم السن أو عوامل أخرى، ولكن بعد إجراء العملية عادة ما يعود النظر إلى المريض. نعم. لكن هنالك أمراض أخرى إذا لم يعالج المريض مباشرة أو لم يتبع المريض التعليمات التي يعطيها له الطبيب والمتابعات الدورية لديه قد تؤدي إلى عمى لا يمكن علاجه فيما بعد. نعم، لكن مثلا في بعض الأمراض اللي تصيب العيون مثلا جفاف العين أو التحسس أو التهابات بسبب طبعا تغيير الجو، هذه تقريبا أمراض يعني شائعة عادة علاجها يكون عن طريق مراهم أو قطرات، لكن ممكن توصل إنها تؤدي إلى العمى لا سمح الله؟ في بعض الأمراض نعم ممكن، يعني بعض أمراض التحسس أو مثلا الرمد الربيعي وما إلى ذلك هو منتشر عندنا، ممكن يؤثر في حالة عدم علاجه في بشكل منتظم والمتابعات الدورية مع الطبيب ممكن يؤثر على قرنية العين واللي لها دور كبير في موضوع الرؤية.
فبالتالي ممكن المريض يوصل لمرحلة من مراحل أمراض القرنية والتي تسمى القرنية المخروطية، وهذا أحد الأمراض الأكثر انتشارا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، وبيؤدي إلى ضعف شديد في النظر. فطالما المريض لم يعالج مبكرا، لم يتبع التعليمات، ممكن يؤدي هذا إلى عمى، ممكن علاجه وممكن تفاديه بسهولة إذا تم استدراك المريض باكرا. بالفعل، يعني خلال هذه الفترة أو خلال هذه الأيام تحديدا نحتفل بأهمية توعية المجتمع بأمراض البصر وأمراض العيون بشكل عام. الفعاليات اللي بتقوموا فيها خلال هذه الفترة؟ الفعاليات، هي الفكرة العامة بالفعاليات هذه اللي هي التوعية الصحية بمختلف مجالاتها. تقام مجموعة من المحاضرات في المدارس والجامعات للتوعية الصحية بأمراض العين وكيفية المحافظة عليها وعلاجها وأهمية الكشف الدوري من وقت لآخر. تقام فعاليات في بعض المولات، طبعا الفعاليات ما هي في الرياض فقط، الفعاليات في مختلف مدن المملكة. عندنا فعاليات أخرى اللي هي التوعية عن طريق الإنترنت، على عن طريق مثلا موقع الجمعية السعودية لطب العيون على الانترنت، على الفيسبوك، على الأكاونت الخاص بالجمعية على تويتر، في تغريدات متنوعة للتوعية بصحة العين. تهدف الجمعية وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة العمى وجميع القطاعات الصحية في المملكة للتوعية بأهمية أمراض العين والمحافظة عليها في مختلف المجالات، سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. نعم، يعني ذكرت من شوي دكتور أن أكثر الأمراض شيوعا هي الأمراض المتعلقة بمرض السكري. نعم. يعني أحد الدراسات أثبتت أن سبب رئيسي من أصابات بمرض السكري في المجتمعات العربية ليس فقط في المملكة هي أدوية السكر، أو يعني تشخيص المرض على أنه سكر مع أنه ممكن يكون عرضي أو مؤقت. فعلا الأدوية أو استخدام السيء لبعض الأدوية ممكن يؤدي إلى أمراض، من بينها طبعا أو من ضمن مضاعفاتها أمراض البصر؟ بالنسبة للسكري المفروض لا، المفروض بالنسبة لداء السكري تشخيصه بسيط، ما هو صعب أبدا، يعني مجموعة من التحاليل تنعمل للمريض، تتعاد ممكن للتأكد من إصابة المريض بالسكري أو لا. انتظام المريض على العلاج يحافظ على صحة العين بقدر الإمكان. طالما المريض منتظم في علاجه، متابعته مع الطبيب الخاص، متابعة سواء طبيب العيون أو الطبيب الخاص بمتابعة مرض السكري لديه، يساعد على الحفاظ على صحة عين المريض لأكبر قدر ممكن. والاهتمام طبعا بطبيعة الأكل، لأنه من خلاله ممكن طبعاً كثير حالات تشفى. تنظيم السكر شيء جدا مهم في الموضوع هذا. بالنسبة لأمراض العين، العوامل اللي المحيطة فينا بشكل عام اللي تأثر على البصر، احنا يمكن عندنا المملكة العربية السعودية أجواء جافة نوعا ما، أجواء صحراوية، وأجواء الشمس عندنا تكون قوية في معظم الأيام، فإحنا دائما ننصح المرضى بلبس النظارات الشمسية لما يطلعوا في النهار، لأنه الشمس تحتوي على الأشعة اللي هي الفوق البنفسجية، هذه لها تأثير على صحة العين وممكن تؤدي إلى تسريع اللي هي إصابة العين بما يسمى المياه البيضاء أو الكتراكت. فلبس النظارات الشمسية الجيدة النوعية يساعد، لأنه بيكون فيها فلتر يحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية، هذا له دور. طبعا لما يكون الجو فيه غبار والأشياء هذه اللي بيكون عندنا من وقت لوقت، ضروري الواحد يلبس نظارات حتى لو كان في أي وقت، ويفضل أنه ما يطلع للشارع قد ما يقدر عشان يحافظ على عينه. دخول أي جسم غريب للعين ممكن يأثر عليها. نعم، استخدام القطرات المرطبة بأشكالها المختلفة، يعني البعض يؤكد أهميتها والبعض الآخر يقول أن العين إذا اعتادت على هذا النوع من العلاجات أو المرطبات إفرازها للمواد المرطبة يقل، أي كلام هو صحيح؟ لا، غير صحيح. القطرات المرطبة لها دور كبير، زي ما قلنا احنا عندنا الأجواء جافة تساعد كثير من المرضى، لأنه عندنا كثير مرضى بيعانوا من مشكلة الجفاف. استخدامها ما راح يضر المريض، استخدامها بالعكس يساعد على ترطيب العين. ما هو صحيح نظرية أنه العين ممكن تتعود عليها ويقل إفرازها، غير صحيح هذا الكلام. إن شاء الله طبعا أتمنى للجميع الصحة والعافية، ويعطيكم ألف عافية طبعا دكتور وسيم عالم رئيس لجنة العلاقات العامة في الجمعية السعودية لطب العيون. ومشاهدينا، يعني عادة توصف العين بأنها مرآة الروح، أو فعلا إذا بتعرف شخص انظر في عينه، فدائما لازم نحافظ على صحة عيوننا في حال وجود أي أمراض أو يعني ارتياب مثلا بحساسية أو التهاب. ما نستهون السيدات فيما يخص أيضا مستحضرات التجميل، يفترض يكون في عناية في العين، مو أي شيء ممكن أحطه داخل عيني، أو حتى طريقة تنظيف والحفاظ على العين مهمة جدا طبعا للجميع. مشاهدينا، تمنياتكم طبعا دائما، تمنياتنا لكم دائما بالصحة، وأكيد سيدتي مستمر لكن بعد الفاصل.
مشاهدينا الكرام، من جديد وصلنا الآن لفقرة Woman of the Week واللي بطلتها الدكتورة حياة سندي، واللي قام بدعوتها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للانضمام لعضوية المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة. نتابع التقرير. حياة سندي عضو مجلس الشورى في السعودية هي امرأة هذا الأسبوع، خاصة بعد أن تلقت دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للانضمام لعضوية المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة مع نخبة من العلماء على مستوى العالم، ليأتي ذلك كدلالة واضحة على ما وصلته المرأة السعودية والخليجية من مكانة دولية في مجال العلوم والمخترعات والاكتشافات. حياة سندي ولدت في مدينة مكة المكرمة وغادرت في سن المراهقة إلى لندن لتدرس في كلية لندن الملكية وتكون أول امرأة من منطقة الخليج العربي تحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الكيمياء الحيوية. شاركت حياة سندي في إنشاء مشروع التشخيص للجميع، وهو مشروع لا يستهدف الربح ويرمي إلى إنقاذ حياة الناس وإلى تحسين الخدمات الصحية في بلدان العالم النامية، وذلك من خلال تصميم أجهزة مبتكرة للتشخيص التطبيقي تتميز بقلة تكلفتها. وعلاوة على ذلك فأن حياة سندي أنشأت معهد التخيل والبراعة الذي تتولى رئاسته، وهو معهد يستهدف بناء نظام إيكولوجي للمشاريع والابتكارات الاجتماعية للعلميين والتكنولوجيين والمهندسين. الدكتورة سندي هي باحثة زائرة في جامعة هارفارد وتسافر كثيرا بين جدة وبوسطن، وقد أتاح لها عملها المخبري في جامعة هارفارد المشاركة مع 4 علماء آخرين في فيلم وثائقي بدعم من المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي لتعزيز تعليم العلوم بين الشباب. في عام 2010 فازت الدكتورة سندي بجائزة مكة للتميز العلمي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل آل سعود، كما منحتها مؤسسة ناشونال جيوغرافيك لقب المستكشفة الصاعدة في عام 2011. وفي الأول من أكتوبر عام 2012 تم تعيين الدكتورة سندي من قبل رئيسة منظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا كأول سفيرة للنوايا الحسنة للعلوم لجهودها في تشجيع تعليم العلوم في الشرق الأوسط وخاصة للفتيات. يذكر أن حياة سندي أصبحت جزءا من أول مجموعة نسائية تعمل في مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في يناير عام 2013. إذن مشاهدين الكرام، بعد هذا التقرير نتمنى التوفيق للدكتورة كل امرأة عربية وخليجية وسعودية على مستوى العالم أيضا تسعى للنهوض بوطنها. إحنا حننتقل من فقرة Woman of the Week ونروح لعالم الموضة والأزياء ونصائح تقدمها لنا موقع سكر.com لتبدي بإطلالة أدريانا ليما. نشوف التقرير. في أزياء المشاهير لهذا اليوم اخترنا لك إطلالة عارضة فيكتوريا سيكريت الجذابة أدريانا ليما التي أبهرت الجميع بإطلالتها الأنثوية والبسيطة بفستان من تصميم TFNC. تألقي مثلها اليوم بموضة الأبيض والأسود، وقد عادت بقوة هذا الموسم، واختاري فستانك من TFNC المتوفر على سكر.com للحصول على توليفة تناسب جميع ألوان البشرة
وأي مناسبة نهارية أو مسائية تتوجهين إليها. ولاستكمال إطلالتك اخترنا لك من إكسسوارات سكر.com هذه النظارات الشمسية بتصميم الأفييتر، بالإضافة لهذه الساعة المميزة من جاست كافالي. احصلي على إطلالة أدريانا ليما اليوم من سكر.com وبأسعار لا تقاوم، ولا تنسي الاشتراك في نشرتنا الإلكترونية لتحصلي على آخر صيحات الموضة العالمية وأفضل الصفقات فقط من سكر.com. سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية. بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يوميا بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. إذا مشاهدين الكرام شفنا التقرير ونصائح من موقع سكر.com، حننتقل الآن لفقرتنا الثانية وهي حنتحدث فيها عن الألوان. إحنا دائما بناخد انطباع أنه الألوان لها علاقة مباشرة فقط بالأزياء، بالديكورات، بالترفيه، لكن مؤخرا اكتشفنا أنه الألوان بتتخلل حياتنا وبتتعمق فيها وبتاخد حيز كبير بالشخصية، بشخصية الإنسان، باتجاهاته، في ميوله، بمزاجه، بأشياء كثيرة. إحنا حابين اليوم نتعمق في عالم الألوان مع خبيرة الإتيكيت والألوان والمظهر الأستاذة ريهام أبو الفرج. يسعد مساك أستاذة ريهام. أهلين خلود، أنا سعيدة أني أهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك يا رب حبيبتي. بداية أول شيء علم الألوان، يعني إحنا كلنا عارفين أنه الألوان شيء خفيف ظريف في حياتنا نحب نختاره، لكن إحنا ما إحنا عارفين أنه ده علم بحد ذاته. أعطيني طبعا فكرة. الألوان يعني علم بيدرس في الجامعات وبياخد حيز كبير من حياتنا. هو اللون أصلا شيء محسوس، يعني ما هو شيء ملموس، لكن هو بيتخلل جميع نواحي حياتنا. والألوان مذكورة في القرآن يعني بنشوفها وبنمارسها في كل مجالات حياتنا. فالألوان يعني حتى لها علم يدرس في الجامعات، فيعني هي حقيقة شيء مرة مهم. طيب كونك يعني حضرتك استشارية ألوان، فلازم أستغل بوجودك وأسألك أسئلة كثير بخصوص هذا الموضوع. تفضل. إيش العلاقة الحقيقية بين الإنسان والألوان؟ طبعا في علاقة يعني على عدة نواحي، على عدة مجالات. في علاقة نفسية، طبعا الألوان بتأثر في نفسيتنا، بتخلينا نحس بأشياء معينة، ألوان معينة بتدخلنا بهجة وسرور، ألوان معينة تخلينا نحس إنه إحنا ريلاكس. ففي طبعا نواحي نفسية وفي نواحي شكلية وجمالية. النواحي الشكلية والجمالية اللي هي بيعتمد عليها لون بشرتنا. لما الإنسان بيلبس اللون المناسب للون بشرته ولون عينه ولون شعره الحقيقي، فبتلاقي اللون بيبينك هيلثي أكتر، بيبينك فريش أكتر، إن فوكس. وبالعكس لو كان لابس لون غلط فهتلاقي شكله تعبان، مرهق، ممكن الهالات السوداء بتبان أكتر، الأدخن بيبان أدخن، ممكن وزن زايد، دبل تشين في الوجه. فيعني بيأثر الألوان علينا في عدة نواحي. أستاذة ريهام، أنا سمعت أنه العلماء، ما أدري يعني خبراء الألوان حتى تحديدا، قسموا الألوان لأخضر وأصفر. أنا ماني فاهمة هذه التقسيمة. لا، أزرق وأصفر. أزرق وأصفر. أزرق وأصفر. بلو بيس كالر ويلو بيس كالر. هذه اللي عملوها الرسامين. وخصوصا اللي اكتشف ده الشيء فنان سويسري اسمه يوهانس آيتن، هو اللي اكتشف ده التصنيف في الألوان، إنه الألوان كلها إلا عندنا في الحياة بتكون يا أساسها بلو بيس كالر الأساس. إحنا عندنا الألوان الأساسية ثلاثة، الأحمر والأصفر والأزرق. تمام. فالكالر ويل اللي طلع لنا كل الألوان اللي بنشوفها في الحياة بتكون يا أساسها بلو بيس يا أساسها يلو يا أصفر. يعني أصل الألوان أصفر وأزرق. أيوة، مخلوطة بألوان تانية. فالألوان اللي بتلاقيها الأصفر عندها أكتر بتكون أساسها أصفر، واللي بتميل على الأزرق أكتر بيكون أساسها أزرق. وبصفة أسهل يعني بطريقة أسهل، البلو بيس كولر اللي هي الألوان الباردة، واليلو بيس اللي هي الألوان الوارم الدافية. وهذا ينطبق على الألوان وعلى بشراتنا. إيش ممكن تعطينا الألوان الباردة والألوان الدافئة؟
الألوان الباردة اللي بتحسسك لما تشوفيها إنه إحساس برودة، ريلاكس، بتعطيك إحساس برودة. ممكن نفس اللون في منه درجة باردة ودرجة دافية. الأخضر مثلا أخضر بارد وأخضر دافي، البينك بينك بارد بينك دافي. فأنت لما تشوفي اللون إذا بيعطيك إحساس بالبرودة هتحس إنه هو لون بارد. قاعدته زرقاء. يعني الألوان اللي إحنا بنملها، إذا مثلا سألوني أنا مثلا إيش الألوان اللي بتختاريها، مثلا أقول لهم على فرض مثلا الأسود أو البني، أو بتكون أنا مثلا شخصيتي بتطابق شخصيتي إني أنا مثلا أو محتاجة لل خليني أجيبها بناحية أسهل، إنه هل أنا بكون محتاجة للريلاكس، بكون محتاجة أو يعني بتتطابق مع شخصيتي؟ نفسيتك تقصدي أو نفسيتي؟ يعني شوفي إحنا كبشر يعني أو نابعة من حاجة، علاقتنا بالألوان بتبدأ من الولادة. يعني لما نولد تلاقي الأم مثلاً بنت فبينك، تجيب لها ولد أزرق. فمن إحنا صغار علاقتنا بالألوان بتتكون على حسب يعني غالباً الأم إيش بتحب وبتلبس أولادها. لبستهم ألوان فاتحة تلاقي البنت تكبر خلاص حابة دي الألوان. الأم ما تحب دي ألوان معينة فتلاقي البنت كبرت لا أنا ده اللون وحش علي، لأنه مامتها وهي صغيرة ما تلبسها، هو إنه لا مو حلو. فهي غالبا إنه خلاص هذا تعود تعود. وبلاس في طبعا ناس لا يعني يحبوا ألوان معينة، في ناس عندهم حاسة إنهم يشوفوا إيش الألوان اللي بتناسبهم كده. بس طبعا يعني إذا أحد حابب يعرف الألوان اللي تناسبه 100% ضروري إنه يعمل الكولر كلاس اللي هو تحليل، جلسة تحليل الألوان كولر أناليسز، اللي هو بنشوف هو إنسان كول سكين تون، بشرته باردة أو وارم سكين تون، ونشوف الألوان اللي بتناسبه. طيب هنا أنت جبتي معلومة مرة مهمة. إحنا دائما انطباعنا زي ما حضرتك تفضلت وذكرتي عن الألوان، تكلمنا وأخذ حيز كبير موضوع الملابس واللي يناسب واللي ما يلابس يناسب عفوا. فإيش العلاقة الأعمق؟ فحضرتك ذكرتي أنه في اختبارات للألوان وإلى آخره، كيف ممكن نستفيد من الألوان في حياتنا بغض النظر عن المظهر والشكل؟ أشياء تانية في حياتنا طبعا الألوان داخلة في زي ما قلت لك في كل مجالات حياتنا. من الناحية الصحية سبحان الله الإنسان عنده شكرات في جسمه، كل شكرة مرتبطة بلون معين. فمثلا عندك الشكرة هنا اللون الأزرق، اللون البيربل، اللون الأحمر، اللون الأورنج. فهذه الشكرات عشان تتفتح لازم نغذيها بالألوان، لازم تشوفي اللون تلبسيه تحسي بيه عشان الشكرات تتفتح. هذا من الناحية الصحية. في عندك من الناحية النفسية زي ما قلت لك، حتى يعني الله عز وجل في القرآن ذكر مثلا بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فمعناها إن اللون الأصفر بيدخل السرور على الإنسان. يعني الألوان مرتبطة بالإنسان من عدة نواحي. في ألوان ممكن تدخل الحزن للإنسان؟ طبعا الألوان الداكنة، الألوان يعني رمادي أسود. في دراسة تقول إنه اللون الأسود إذا لبستيه أيام ورا بعض ممكن تدخل في حالة اكتئاب أيام معينة ورا بعض من غير ما تلبسي لون تاني. طب أنا بلبس أسود كتير بس لا دحين لبست لنا ألوان بس اليوم ألوان بس. طيب يعني كيف أعرف مثلا أختار الألوان اللي تناسب حالتي الآن؟ أنا مثلا حالتي الآن أبغى ألوان تناسبني، لو أنا بحاسة لحزن أو فرح أو كيف أختار المناسب لي؟ إحنا بنختار دائما بناء على الشكل، الاختيار السطحي، ما بنختار بتعمق. زي ما قلت لك يعني أنا أفضل أي ست يعني تسنح لها الفرصة أنها تروح تعمل الكالر أناليسيس، تعمل الكالر أناليسيس هتخرج بمحفظة فيها ألوانها، فيها 36 لون متدرجة من الفاتح للغامق. فهي بعد كده يعني في حياتها خلاص تبدأ تستخدم الألوان حقتها على حسب حالتها النفسية. بس أتليست هتكون كل الألوان ملائمة ليها. ما في لون بيبينها مرهقة، ما في لون بيبينها أكبر في السن، بيبين لها تجاعيد. كل الألوان حتكون مناسبة لها، فهي تختار منها بعد كده على حسب حالتها النفسية. إذا مثلا معروف من الألوان المريحة ممكن ده يريح أكتر من ده، يعني مثلا أنا برتاح باللون الأبيض مثلا طبعا ممكن غيري يرتاح، نسبة ارتياح تكون أقل أو أكثر على حسب طبعا يعني حب الإنسان للون. هذا شيء بس بصفة عامة إنه الألوان الهادية الفاتحة بتكون مريحة أكتر من الألوان القوية الصارخة. طيب ليش عندنا دائما يعني اعتقد ما ادري هو احنا عندنا كعرب هنا ولا بالعالم كله انه المراه محبه للالوان اكثر من الرجل؟
يعني شوفي هي المرأة محبة للأزياء للموضة للشوبينج أكثر من الرجل، فعشان كده ممكن الناس يتخيلوا إنه هي تحب الألوان أكثر، بس بصفة عامة لا، يعني حتى الرجال يحبوا الألوان، والدليل إنه إحنا عندنا أغلب الرسامين المشهورين في العالم كلهم رجال، يعني بيكاسو، فان جوخ، موني، كلهم رجال. فالألوان لا، يعني سبحان الله هي شيء على حسب كمان شخصية الإنسان. إذا كان الإنسان مور يانج أو مور يين، يين عاطفي أكثر، حساس أكثر، خيالي أكثر، فتلاقيه بطبيعة الحال حيكون مايل للألوان، للرسم، للفن. واليانج اللي هم العمليين أكثر، فهو ما له علاقة. يعني ساعات كثير تلاقي ستات بيكونوا في اختبار تحليل الشخصية اليانج عندهم مرة عالي. بتحلل الشخصية من خلال الألوان؟ من خلال الإيمج كلاس. أنا إيمج كونسلتنت، فشغلي كولر كلاسز وإيمج كلاسز. إذا حتحللي لي شخصيتي بعد انتهاء الفقرة، وأنا شاكرة لوجودك بسيدتي، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله. يعطيك العافية أستاذة ريهام. شكراً حبيبتي. إذا مشاهدينا الكرام، بعد انتهاء هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد فاصل قصير خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، بنتابع حلقتنا مع ما اخترناه لكم من هاشتاقات لليوم وأبرز التعليقات. هاشتاقنا لليوم بعنوان تخصيص أسواق كاملة للنساء. إذ تدرس جهات حكومية مختصة في المملكة تخصيص أسواق كاملة للنساء بحيث تكون منعزلة بشكل تام داخل الأسواق الكبيرة، وهو في نطاق التطبيق القريب بحسب مصادر مطلعة، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطوة بحسب هذه المصادر من خلال وضع اشتراطات وضوابط تضمن تحقيق عدة أهداف، منها تحويل مفهوم الأسر المنتجة إلى واقع اقتصادي وتوسيع دائرة عمل المرأة السعودية. الجدير ذكر أن الهدف ليس فقط ما ذكرناه، بل يشمل أيضا رصد المؤثرات السلوكية والأبعاد المجتمعية المحتملة عقب إتاحة التسوق للرجال دون أي ممانعة أو تحفظ. أما من تعليقاتكم مشاهدينا على الموضوع، اخترنا تغريدة لعبد الله العلوي يقول فيها: لا يمكن تخصيص أسواق خاصة للنساء إلا إذا كانت البضاعة خاصة بالنساء، أما المشتركة فهي خسارة على هذه الأسواق. فريدوم في تغريدة ساخرة: ليش تقسمون وتتعبون أنفسكم؟ حطوا الرياض للنساء فقط والرجال في أحد قرى وجدة للخلوة الشرعية وريحوا روسكم. وأخيرا تقول حنان الجهيني: باقي بس تطالبونا بمقابر خاصة للنساء. فعلا التعليقات كانت ظريفة وطريفة على هالهاشتاج. وتخصيص سوق للنساء، بالعكس أنا أشوف فيه يعني أن يكون تأخذ المرأة راحتها أكثر في التسوق. وإحنا مشاهدين بننتقل صفحات موقع سيدتي نت على مواقع التواصل الاجتماعي وأم ما جاء فيها. بعد أن فتح باب التقديم على هجرات إلى المريخ منذ فترة، يبدو أن سكان الأرض من محبي الألماس سيبحثون قريبا عن هجرة إلى المشتري وزحل. فبحسب ما ورد في خبر نشرته سيدة نت على صفحتها على الفيسبوك، صرح مجموعة من العلماء أن السماء تمطر ماسا على كوكبي المشتري وزحل. وقال علماء الفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة إن الظروف على كوكبي زحل والمشتري، أكبر كوكبين في المنظومة الشمسية، كافية لظهور محيطات من الألماس السائل. نذكركم مشاهدينا بأن كوكبي المشتري وزحل غير مجهزين للحياة، هذا إذا ما وردتكم الفكرة للهجرة إلى إحداهما. وعلى حساب تويتر سيدتي نت لهذا اليوم، كان موضوع مارلين مونرو التي أجرت عمليات تجميل قبل نصف قرن في الصدارة من حيث عدد القراء وفي التفاصيل. عرضت سجلات طبية تثبت خضوع النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو لجراحة تجميل وحملها خارج الرحم في مزاد علني يقام الشهر المقبل في كاليفورنيا. وذكرت السجلات التي تمتد بين عامي 1950 و1960، أي قبل أشهر قليلة من وفاة مونرو، وهي تشير إلى خضوعها لجراحة تجميلية مرتبطة بالأنف وحملها خارج الرحم في نيويورك في العام 1957. مشاهدينا بنبقى في الجمال والأناقة ومن مارلين مونرو إلى موقع سيدتي نت ونشوف هالتقرير. لكم أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعوا برنامج سيدتي، قربنا على فصل الشتاء،
معظم السيدات بيعتلوا هم انه بشرتهم تتاثر بعوامل الطقس الجافه. كرمال هيك سيده تشينات فكرت فيكي وراح تقدم لك اليوم وصفه فيك تطبقيها انت وبالبيت. فواكه الشتاء مش بس نستفيد منها لدعم الجسم بالطاقه والحيويه، ولكن ايضا فينا نستفيد منها لنغذي البشره ونمنحها الترطيب والنعومه. رح نتعرف اليوم على قناع الافوكا. نحن بس بحاجه لحبه افوكا وحده، معلقه عسل ومعلقتين مي فاتره. وهلا رح اقلكن كيف ممكن تحضروا قناع الافوكا. اكيد من بعد ما نكون قصينا حبه الافوكا نحن بحاجه لانه نفضيها كلها بقلب صحن او بقلب الوعاء اللي انتم بدكم تحضروا الماسك فيه. اذا كانت حبه الافوكا كبيره انتم بس بحاجه لنصها لانه بدكم تدهنوها على كل وشكم، واكيد ما بدنا نقرب على العينين. نرجع نحن بحاجه لمعلقتين عسل. وبنرجع بنحط معلقتين مي فاترة فوق العسلات، معلقتين طعام، يعني المعلقة بدها تكون كبيرة مش صغيرة. وبنبلش نهرس الخليط لحتى نرجع نحطه على وجهنا. مثل ما عم تشوفوا بدنا نحلي شوي العسل بالمي قبل ما نرجع نهرس فوقهم الأفوكا، يعني بهيدي الطريقة بتكونوا كسرتوا مثل ما بنقول العسلات بالمي. مثل ما عم نشوف من بعد ما بنحلل او من بعد ما نكسر العسل بالماء بنهرس الافوكا بالشوكه فوق كثير منيح، ومثل ما عم بتشوفوا صار عندنا هلا قناع جاهز من الافوكا. هذا القناع بنوضع على البشره لمده 15 دقيقه، وبعد 15 دقيقه بتغسلي وجهك بالماء الفاتره وخبرينا عن النتائج. كمان من مشاكل فصل الشتاء جفاف الايدين. سيدتي نات رح تعلمك طريقه ذكيه كتير وسريعه فيك تطبقيها بالبيت باي وقت. انت بس بحاجه لليمون سكر ومي. بدنا نعصر الليمونه لحتى فوق الميات، يعني عم بتشوفوا مقدار المي قد ايه، تقريبا معلقتين طعام من المي. بنعصر فوقهم الليمونه كلها. من بعد ما نحط الليمون نحن بحاجه لمعلقه سكر فوقهم. وبنخلط الخليط. من بعد ما نكون حركنا كتير منيح وداب السكر قدر الامكان بدنا نفرك ايدينا بهذا الخليط يلي نحنا حصلنا عليه بهذه الطريقه اكيد. وبتتركي ايديك هيك لمده 5 دقائق، ومن بعد 5 دقائق بتغسلي ايديك بمي فاتره. هالقناع يلي هو عباره عن ليمونه سكر وشويه مي بيمنح ايديك النعومه والترطيب المناسب. واخيرا ما تنسي تزوري موقعنا وتكتشفي اسهل 6 خطوات لمكياج وتسريحه السلطانه هيام. 30 اطلاله متالقه للنجمات بهالاسبوع، الاظافر البيضاء موضه هوليوود لهالسنه. هيدا كان كل شيء بحلقتنا لليوم، ما تنسوا تنتظرونا الاسبوع المقبل اذا الله راد مع نصايح جديده من سيدتي نت. مشاهدينا من الجمال إلى الطبخ، لكن بعد هذا الفصل القصير خليكم معنا. مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأسبوعية مع الطبخ، ويسعدني الترحيب بالشيف آسيا خبيرة المطبخ وتنسيق الطعام في سيدتي دوت نت. حياك الله آسيا، انت كل اسبوع تعطينا وصفات وتعطينا افكار جدا حلوه للمراه في المطبخ عندها، بس اليوم زينتينا الاستوديو باطباق شهيه جدا، واكيد الكل في الاستوديو مشتهي ياكل يعني. كل عام وانت بخير. آسيا اليوم رح نتكلم عن شنو اهم الاكلات اللي ممكن نسويها في عيد الاضحى المبارك. اول حاجه كل سنه والامه العربيه والامه السيدات العربيات على خير ان شاء الله. اليوم حضرنا الاطباق لعيد الاضحى، اطباق من دول عربيه مختلفه. حلو. حاولنا ان نجيب اشياء من المغرب العربي او من بلد المغرب بالتحديد. حاولنا ايضا نعمل طبق مشهور في الخليج. بما ان احنا في الخليج خلينا نبدا مع الكبسه آسيا. أيوة. لو تقولي لنا الوصفات اللي ممكن تسوينها للعيد وتزينتش للطبق هذا بشكل حلو في يوم العيد.
الكبسة معروفة في الخليج، فأطيب كبسة الصراحة هي كبسة لحم الضأن، معروف في الخليج أنه بيتناولوها بالعيد. إحنا بس أضفنا إضافات أنه إحنا طبعا تفادينا أن إحنا نستخدم اللحم فقط. طبعا اللحم في العيد بيبقى منظره مشهي، ومن كتر ما بتشوفي اللحم 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 بيصير عندك اكتفاء من اللحم. فحاولي أن إحنا في الوصفات تبع اليوم دخلنا رمان، دخلنا فستق، دخلنا بقدونس، دخلنا كمان طماطم وخس، انواع من الخضره. يعني انت الحين الطبق تزينينه بالرمان يعني هذا التاتش اللي ممكن تسويه السيده في العيد على طبق الكبسه. بالتاكيد هذا نوع من انواع اصلا الالوان اللي بتساعد على فتح النفس، وكمان على ليها عامل نفسي في عمليه الهضم. كمان المكسرات هي نوع بيدي فخامه للاطباق عامه. هنا عندنا كمان فته مصريه او نوع من انواع الاطباق المصريه معروفة اللي هي الفتة، فتة الخل والثوم فتة الخل والثوم عملناها، ممكن تتعمل باللحمة الضاني، ممكن تتعمل بالفخذ، ممكن تتعمل بالكتف كمان، مجرد انه تتسلق في مية مع بهارات. شو الاضافات اللي ضفتيها في الطبق عشان يعطي صبغة حلوة؟ خليت الطبق مثل ما هو، طبق تقليدي عائلي، بس شوية اضافات عادية اللي هي تزيين الطبق بشوية خس، شوية طماطم، شوية فلفل حار، كنوع من نوع من كسر الروتين او أكيد. او الطابع اللي بتعطيه اللحم. كل يوم نسوي نفس الاكله، ففي العيد نحاول انه نغير شيء ثاني. مزبوط. من مصر ننتقل الى المغرب العربي، ولو توصفي لنا هذا الطبق شنو؟ المغرب عامه معروف باطباق عديده، من اليوم العيد الاضحى، منها البولفاف اللي هو الكبده بالطرب. وهنا انا حاولت انه اعمل طبق مشهور في اي بلد في اي مائده مغربيه، اللي هو اللحم بالبرقوق والمشمش واللوز، او اللحم بالقراصية والمشمش واللوز. لو تعطينا فكره بسيطه شلون تعرفين يمكن في الخليج او في العالم العربي بعض السيدات تبي تكسر القاعده وتسوي اطباق مغايره على اللي موجوده في الايام العاديه، فلو تقولي لنا شلون تسوي هذا الطبق عشان ممكن السيده تستفاد وتسويه في العيد. الميزه في الاطباق المغربيه للعيد الاضحى انها تقلل من نسبه الدهون. كنعتمدوا على مبدا التتبيل، بنتبلوا اللحم بطريقه صحيه او ني بيتضاف له نوع من انواع يعني كزبره، بقدونس، شويه ثوم، شويه بصل، بنضيف كمان نوع من انواع التوابل اللي هو المروزيه اللي بيكثر استخدامها بالعيد الكبير او راس الحانوت، بنضيف كمان شويه مي، فبنخلي بنخلي الطبق كيستوي بهالطريقه هذه، بواحد طريقه صحيه كنتفادوا فيها اضافه زيوت او سمن او اي مواد دهنيه، وبنكتفي بس بدهون الضاني لانه اللحم الضاني معروف بانه فيه نسبه كبيره من الدهون. آسيا، تعرفين أن يعني قبل ليلة العيد كل يوم عرفة، وأغلب الناس تكون صايمة ليلة عرفة، فشنو ممكن أطباق خفيفة يتناولها الشخص يوم العيد عشان تعرفين صيام قبلها بيوم، فعشان ما يتقل على الإنسان معدته، شنو تنصحين أطباق ممكن تسويها السيدة؟ أطباق العيد أولا السيدة العربية لازم أنها تخلص من عادة استخدام الزيوت والسمن في أطباق العيد، لأنه كما في مسبقته قلت أن اللحم الضاني أوريدي كيحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، فممكن أننا نستخدم طريقة البخار اللي هو شوي الكتف أو الفخذ عامة على طريق البخار، ممكن مجرد أننا نحطه في صينية مثلا ويتقفل بشوية ألومنيوم ويدخل على الفرن عادي، مثل ورقة اللحمة، ممكن كمان طواجن عادية أو يخنات ممكن نحط على شكل كرات لحم أو كرات كفتة، بس أهم شيء نتجنب الزيوت والدهون الحيوانية أو النباتية عامة. الشيء الثاني ممكن نساعد أطباق العيد بقليل من السلطات والخضروات. شنو السلطات اللي ممكن شوية تخفف من قوة اللحم؟ المائدة العربية مشهورة بالعديد من السلطات، كل بلد عنده السلطات الخاصة به. السلطات عامة في البابا غنوش، في سلطات المتبل، في سلطات مغربية، في سلطات تونسية، في سلطات مصرية، كلها أشياء تعتمد على الخضار. في أقل شيء ممكن يتعمل هو خضار سوتي أو الخضار على البخار أو المسلوق كطريقة مثلى لمرافقة الأطباق العيد الأضحى. الشيء الثاني اللي ممكن نعتمدوا عليه هو كمان قليل من النشويات اللي هو الرز بالخلطة، الرز بالمكسرات، ممكن أنواع من المكرونة بطريقة معينة، بس أهم شيء أنك تحطي شيء مع اللحم اللي يكسر، لأنه شيء من النشويات كل ما بتزيد الموضوع على الحد
بتاعه كيقلب للضد، يعني يكون انه السفره تكون مليانه باللحم، باللحم اكيد ما راح يكون عليها اقبال. اكيد. شيف آسيا، في الكثير من اسئله الجمهور في قسم خبراء على سيدتي نيت. في عندنا عنان من ابو ظبي يسالك، ممكن تعطينا اكثر من فكره لعصائر العيد؟ عصائر العيد حاولوا أنها تكون منعشة، وحاول أنها تساهم في عملية الهضم. مثلا الليمون، ممكن الليمون، ممكن استخدام فواكه وخضروات أو فواكه بالأحرى كتساهم على الهضم، مثل الليمون، النعناع أو اللي هو الليموناتا. ممكن في عصير خليجي سعودي أنا بحبه كتير، اللي هو بيعتمد على عصير التفاح مع المياه الغازية، بيسموه العصير جواهر السعودية. بيعتمد على مبدأ إضافة فواكه مع عصير تفاح، وبيتخفف بالصودا، الصودا مساعدة على الهضم، تساعد كثير. يعني مياه الصودا بتساعد على الهضم. يعني نقول حق عنان من السعودية إنه من أبو ظبي عفوا، إنه يستعمل عصائر فيها الصودا. عامة أنا الوصفات رح نزلها إن شاء الله بكرة على موقع سيدتي دوت نت مرفوقة بالفيديو تبع الحلقة. طيب، عندنا سؤال من بثينة من تونس، وتقول أرجو أن تقترحي علي وجبات خفيفة سهلة لعيد الأضحى غير الوجبات هذه، شنو شيء بسيط ممكن تستعمل فيه اللحم ويكون أخف من الوجبات هذه؟ في وجبات معروف بها المغرب العربي عامة بيعتمدوا على هذا الأسلوب، إنه مثلا بيكون الطبق الرئيسي في الغداء هو اللحم أو فخذ اللحم أو مثلا أي شيء ثقيل. ممكن نستخدم اللي هو مشتقات اللحم، مثل المخ، مثل الكبدة، مثل القلب. بس هذه مش شوية تكون فيها الدهون أكثر؟ بالعكس بالعكس بالعكس، المخ بتكون المخ الكبدة القلب اللحم المفروم، كلها ليها طرق معينة بيتم طبخها. أنا هحاول أشارك المتتبعات على الموقع سيدتي دوت نت بدع الوصفات. في ممكن طاجين مخ بالبيض، ممكن كمان كبدة مشوية مع خضروات، بيحصلون كثير من الشغلات هذه. عندنا شيف آسيا سؤال أخير من هالة من السعودية، تقول كيف ممكن أنسق سفرة الغداء؟ وهذا من أهم الشغلات، تعرفين إحنا الحاليين ننتقد كثير، إيش فيها هذه سفرتها مو حلوة، شنو ممكن الطريقة اللي تستعملها السيدة عشان تنسق سفرتها؟ أول شيء، عيد الأضحى هو عيد عربي، عيد إسلامي. طبعا نبتدي بديكور المائدة، نعتمد على الأشياء العربية، مثل أشياء مزخرفة، مثل أشياء فيها عبارات أهلا وسهلا عيد مبارك. هاي الأشياء كلها متوفرة في الأسواق، وفي ديزاينرز معينين بيعملوها. وممكن نعتمد كمان على المفارش العربية، كل بلد كيتميز بتراث كيخصه، كل بلد كيكون عنده موروث ثقافي بيتقدم يوم العيد. الشيء الثاني اللي هو الأطباق الرئيسية، حاولي أن تخلي الطبق رئيسي واحد اللي فيه اللحم، وحاولي أنك تغني السفرة أكثر بالسلطات، أكثر من طبق بالسلطات ثاني، والعصائر والمقبلات، وحاولي تبتعدي تماما عن استخدام اللحم في المقبلات والسلطات. ممكن سلطات نباتية فقط يعني لا غير، ممكن مقبلات تدخل فيها الأجبن والنشويات، ممكن مكرونة، ممكن كلها أشياء بتساعد على إضفاء نكهة غنية للحم، ومنها بتدي ألوان وأشكال كثير للسفرة يوم العيد. آسيا، بما أنك أنت دائما أنت تعجبيني لما تجيبين شغلات وتنسخين الطاولة وهذه الشغلات اللي عندك، الحين تعرفين في عيد الأضحى عموما دائما الجيران يتبادلون الأطباق، فشنو ممكن السيدة طرق تعطي لمسة حلوة على الطبق وتقدمه بشكل حلو؟ وهل تنصحين تقدم لحم أنه مو مطبوخ وهم يطبخونه، أو تقدم طبق معين على ذوقها؟ منيح اللي فتحتي هالموضوع. اولا احنا ببلد مثلا بنقيم ببلد واحد، صحيح، يعني اكيد راح نطبخ نفس الطبخه في كل بيت. فاهم شيء لما جيت هذه الناس اللي الجيران دياولك في العيد عامه، اهم شيء انه تعملي مثلا شيء حاجه جديده، طبق جديد، ممكن مثلا طبق مختلف عن اللي هو جيرانك موجود في مصريين، بحكم ان احنا وافدين وقاعدين بالبلد مثلا موافدين، جيرانك مصريين ممكن بدل ما تعطي له فته مصريه ممكن تعطي له مثلا طبق، يكون عندك جرأة اكثر، تتابعي على براء وحوارات وصفات بتنزل أكثر من كل البلاد العربية، ممكن يكون عندك جرأة أكثر، تجربي أكثر من طبخة من أكثر من بلد، بيكون كمان نوع من إبداء الاهتمام للجار، بتدي له أفكار جديدة عن ثقافات، عن ثقافات ثانية. يعني مزبوط، يعني مثلا مصري بتعطي له طبق مغربي، ممكن مثلا خليجي بتعطي له طبق مصري، والعكس صحيح. يعني ما تحاولي أنه تعطي نفس الطبق اللي أنت ضامنة أنه مطبوخ في نفس البيت، صحيح، ما إلها أي لزوم. كمان كون أنك تعطيه لحم ني،
العيد انا بشوفه تقريبا يعني مش داخل في بروتوكول العيد. يعني مهادات العيد يعني معروف انه عيد الفطر مثلا بنتهادى بالحلويات، ولكن عيد الاضحى بنتهادى بالاطباق اللحوم مثلا. يعني كلها افكار مختلفه. آسيا مثل ما تعرفين يعني يعني عقب ما تنذبح الذبيحه او في معظم الدول العربيه، ونحن برنامج سيدتي موجه لكل السيدات في العالم العربي وفي الخليج، في بعض السيدات ما يعرفون يتعاملون مع اللحم، فشنو تنصحيهم بعد ما تنذبح الذبيحة؟ كيف طريقة حفظ اللحم؟ كيف السيدة يعني هل تستعمل اللحم مباشرة للطبخ أو تخليه شوية بعدين تستعمله؟ شنو النصائح ممكن تقدميها للسيدات؟ هو عامة الذبيحة يوم العيد يعني بشجع على العمل المتسلسل. العمل المتسلسل أنك تستغلي أنه يكون عندك الجزار بالبيت يساعدك في تقطيع الذبيحة، عامة بتعمليها بكياس، بترتبي الأمور، الكتف مع الكتف والفخذ مع الفخذ والستيك مع الستيك والكوتلت مع الكوتلت وبتمشي كده. الذبيحة المحبث أنه تطبخ بسرعة سيدة أو تخلي اللحم شوية مش بيفرق يعني مش بس هو عامة أنا بحس في العيد الكبير انه كل بلد مقيد بعادات مختلفه. يعني المغرب مثلا بيجروا على الكبده يفطروا بالكبده، مصر بيجروا على حاجه معينه بيفطروا بيها، الخليج نفس الموضوع، سوريا، الاردن، لبنان كلهم، فهي عادات موروثه يعني مظبوط جدا ومن المستحب الواحد يتقيد بيها حسب كل بلد. بس هو بس نوع من تفادي العجقة أو الزحمة، الزحمة اللي بتكون بالعيد، إنه في أشياء كتير مذبوحة قدامك، في في لحم كتير، لا استغلي وجود الجزار بالبيت وحاولي ترتبي كل شيء حسب أنت ما عايزة وترتبيه على الفريزر على طول. شيف آسيا يعطيك ألف عافية على نصائح تعطينها للسيدات، وأكيد يقدرون مشاهدينا يتابعونك من خلال قسم خبراء وحوارات في موقع سيدتي دوت نت على العنوان اللي تشوفونه على الشاشة، وراح تجاوبكم ان شاء الله يا شيف آسيا على كل اسئلتكم عفوا في الفقره القادمه. شكرا لك آسيا مره ثانيه. مشاهدينا احنا بنطلع فاصل وراجعين لكم مع الاخبار الفنيه مع الزميل صبحي، خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، نجوم أضواء ولقاء خاص مع الفنانة يارا. ما تنسوا تتابعوا كل أخباري مع صبح عطري على برنامج سيدتي يارا. مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة من حلقة اليوم، وهي فقرتنا الفنية الأسبوعية نجوم وأضواء مع الزميل صبحي عطري. مساء الخير صبحي. مساء الخير هدى. مساء الخير لكل مشاهدينا. بداية أتقدم بأحر التعازي لأسرة فقيد الفن الكبير وديع الصافي الذي رحل عن عالمنا وترك لنا صوته وأعماله. وديع الصافي، رحلت جسدا لكن في أرواحنا ستبقى نسمة عذبة تحيي أرواحنا. قمت كلما تدفق صوتك رقراقا كما حلاوته، منعشا كما أيام الفن الجميل، فالرحمة لروحك الطيبة. في فقرة نجوم وأضواء لهذه الليلة، يارا تصر على الرد على معجبيها وأغاني خليجية سينجل قبل الألبوم في لقاء خاص معها. وما الذي جمع عاصي الحلاني ونوال الزغبي إضافة إلى إضاءة على أهم حفلات عيد الأضحى في الدول العربية؟ أولى أخبارنا مع سيدة شاشة الخليجية حياة الفهد التي تحضر لأعمال درامية بالجملة للفترة المقبلة في هذا اللقاء الخاص الذي أجريته معها في دبي لنتابع. ماما
ست حياة الفهد قدمتي لنا برمضان البيت بيت أبونا، ولكن في كتير صحافي كتبت أنه ما كان العمل على مستوى اللي كانوا عم يستنوا. بيزعجك الانتقاد، وأنت كيف شفتي العمل؟ لا، أنا النقد البناء ما يزعجني، بس أنا حبيت أقول شغلة. يعني إحنا من قبل لا نبدأ تصوير وبالإعلانات اللي حط اللقاءات اللي بالصحف والإعلانات كلها قلنا أن العمل مش كوميدي، العمل اجتماعي إنساني، في نفس الوقت يحمل قضايا عديدة. هم قالوا ما فيه فكرة، الدليل أنه ما تابع، يعني قصدي اللي تكلموا بالنقد هذا ما تابعوا، لأن الدليل أنه مليان قضايا. شلون يعني خلها حسب التساهيل هذه مالتك؟ يعني التساهيل ممكن ندفع عقب شهر، ممكن ندفع عقب سنة، يعني على تساهيل رب العالمين، ولا عندك اعتراف؟ لا طبعا، دام كذي يبا ما بالعقد، واشوف لي شراي ثاني يدفع لي كامل. غبي؟ لا، ولد اخوي وامن عليه، عزيز وغالي ثور. ولد اخوي ثور، ولد اخوي لازم امن عليه، لازم اسبه وجهه. صح، اول لو لاقي شراي كان باع نحن والبيت. انت شو عم بتحضري؟ شو حنشوفك؟ شو عم تقري؟ احضر عمل لرمضان من انتاج استاذ عامر الصباح، احضر عمل خارج رمضان مش تمثيلي، انتاجي مؤسسة الفهد، واكتب عمل تراثي، عشان كذي ما مثلت خارج رمضان لاني بتفرغ الكتابة شوية، عمل تراثي وانا عاشق للتراث، واسمه بياعة النخي، ومعروف بياعة النخي المرأة اللي تبيع جدر نخي وتحطه وتبيعه، دليل هو عمل لكن ممكن يكون دليل حاجة. عملي مع عامر الصباح راح يكون لرمضان إن شاء الله، عمل إنساني جميل ما راح أتكلم عنه أكثر من كذي. أنتوا قلتولي، وبعدين خالتي كانت خايفة لا أبو عيالها طر شيء بدل الكابتن وهو يتنحس وما يجيبه. قلنا دزي مسج واحد، مو مسجات مسجات مسجات. أنتوا جيل غريب، 24 ساعة يمكن بهذا التليفون مسجات. صار نبكم لا بصر ولا بصير. كل التوفيق للكبيرة حياة الفهد في مشاريعها. خبرنا التالي سنبارك فيه لفارس الغناء عاصي الحلاني الذي طرح ألبومه الجديد عاصي 2013 في الأسواق، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات، والذي يتضمن 14 أغنية تتنوع بين العصرية الفلكلورية المتطورة لسيما الطربية القصيرة. عاصي صور الأسبوع الماضي إعلانا ترويجيا داعما للمنتخب اللبناني، حيث جمع المخرج اللبناني عادل سرحان جمعه مع نوال الزغبي في المدينة الرياضية في بيروت، وبحضور حشد من أهل الإعلام المحلي والعربي، إضافة إلى المدربين والمشرفين والقيمين على المنتخب اللبناني، كما عدد من لاعبي المنتخب. كاميرا سيدتي كانت متواجدة في الكواليس ولنتابع سويا في هذا التقرير. الربح الأول والأخير هو أنه نجمع بعضنا ويكون في عالم واحد هو لبنان. هذه الفكرة الأساسية. الفكرة الثانية بأكيد بالتعاون مع رئاسة الاتحاد اللبناني وكل القيمين عليه، أنه يكون في شغل من يومه رايح كتير بروفيشنال، كتير في مدرب جديد للمنتخب، في ناس منسئين للمنتخب، في أشخاص كل واحد صار شغلته معروفة شو هي، صريحين على محل. المنتخب صار له إذا بدك قيمي غير الكل اللي عم يشوفوا هلأ. إن شاء الله بتشوفوا التريلر أو بتشوفوا البرومو اللي عاملينه، بعتقد حيكون مش لأنه أنا عامله بس لأنه سنة ستين عم يشتغل، حيكون شوي عالمي بليفل كتير عالي. بعتقد هيدا اللي منا إياه وهيدا اللي عم نطمح له، وإن شاء الله يكون هذا المستوى ويكون في حظ كتير كبير للمنتخب إنه يربح. أنا سعيد ومبسوط إنه في شغلة بتوحد كل اللبنانيين، هي الرياضة والمنتخب اللبناني. المنتخب اللبناني بحاجة للدعم، نحن جينا نقول له نحن معك ومن أيدك وبناشد الجميع، وبقول لك كل الشباب والصبايا كونوا كتار، شجعوا قد ما بتقدروا، لأنه الرياضة والرياضيين كتير بحبوا يشوفوا أهلهم حواليهم وناسهم وأهل بلدهم. نقول له نحن معكم والله يقويكم كل الأمام إن شاء الله يا رب. أكيد مبسوطة فيهم وبفتخر فيهم لأنه عم يدعموا هيك رياضة ببلدنا، والمنتخب اللبناني اللي رح يبيض لنا وجهنا برجة، أكيد نحن مع هالشي. طبعا
خبرنا التالي عن موعد إصدار ألبوم يارا الجديد الذي أصبح جاهزاً، وآخر أخبارها في لقاء خاص أجريته معها، لنتابع. يارا، أول شيء مرحبا، أهلا وسهلا فيك. مرحبا. مين أنت من البشر ودي بخبر تبعد عني بلا سبب والله. مبروك على تجديد الموقع تبعك الجديد. خلينا نحكي شوي شو تجدد بالموقع، شو حيشوفوا العالم بهذا الموقع؟ أنا دايما عندي أخبار ودايما عندي قصص ونشاطات أني خبرها أقول عنها، ولكن هذا الويب سايت كان موقف وكنا عم نركز على أشياء غير، ولكن هلأ مع الويب سايت صار الأفكار والقصص يعني بتصير أكثر. وشو بدي خبرك؟ خبريني على العالم الافتراضي تبعك على تويتر، قدي بتحسي أنه أنت عم تتعاملي مع هدول العالم مباشرة الموجودين عندك على تويتر؟ بعض الأشخاص بينتقدوني وبيقولوا أنه تويتر مش هيك، فهمتي غلط، ولكن أنا يعني هالسعادة اللي بدي حققها لشخص أني رد عليه بفضل أني أعملها، يعني ما زال أني قادرة وأني يعني بقدر أتواصل معه. الخطأ معروف خطأك، صبري عليك غير هواك، تحب غيري مش بدك، صعبة تثبت لي غلط. يارا، كل الناس شافت الكليب الخليجي وايضا هلا موعودين بكليب ايضا خليجي، خلينا نخبر المشاهدين عنه. اكيد يعني بعد كليب ونجاح اغنيه ودي بخبر كمان رجعنا صورنا اغنيه جديده كمان مع نفس شركه جيتارا وشركه نفس الاكيب، يعني الكلمات الوسام والحان باسل العزيز وتوزيع حسام كامل باغنيه جديده اسمها اجيك. أغنية كتير متحمسة لها وحابة أنه تنزل بسرعة، وكمان الكليب مع فادي هالمرة شوي غيرنا عن كليب ودي بخبر، في ألوان، في قصص جديدة علي، يعني الفانز رح يحبوها وإن شاء الله رح يحبوا الأغنية كمان. الألبوم أمتى حينزل؟ رح نعمل رح ننزل يعني ما في حل للأسف، يعني بتمنى أنه هلأ الأيام الجاية تكون أكثر أهدى وسلام ونرتاح، يعني ما تروح لتعقيدات أكثر، وبالنتيجة إن شاء الله بعتقد رح يكون في سينجل كمان قبل الألبوم، بس خلص الألبوم أكيد رح ينزل ما بقى في نام بأول السنة. عم نستنى الديو مع وائل كفوري، شوين صار وإمتى؟ مش رح نشوف. يلا إن شاء الله قريبا، أنا عم نخلص كل الأمور اللازمة وناطرين يعني الظرف المناسب إنه تنزل الأغنية، وإن شاء الله إن شاء الله خير. بتشكرك يا رأى، أهلا وسهلا فيك. مرسي صبحي، كلك زوب. ننتقل إلى دبي التي طلقت منها أولى عروض الفيلم المصري قلب الأسد بحضور بطل الفيلم محمد رمضان ومخرج الفيلم المنتج كريم السبكي. عبر مؤتمر صحفي حضرنا المؤتمر وعدنا لكم بالتقرير التالي. اسمك يا تلميذك قنبلة رجولة فارس الجن اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه ويعرف ان الجن هيقرف. بعمل شخصية فارس الجن، ده شخصية ولد شاب مصري من نزلة السمان. بنشوف ما يعني بعد الأزمات، بعد انهيار السياحة في مصر، الناس اللي كانت يعني أكل عيشها وقوت يومها كان من مصدره السياحة فقط، فبعد الانهيار الشباب دي بدأت تتوجه لطرق انحرافية وبدأت تتوجه لطرق بحثاً لقوت اليوم. يعني طريق كله تكاتك وميكروباصات، إنما أنا طريق مسافلت مفهوش مطبات. هو أنت من النوع اللي بتخاف؟ أصل المصريين بيخلفوا أسود مش خرفان. أنا لسه راجع فعلاً قبل ما أجي دبي، لسه راجع من بيروت، كنت بوقع عقد مسلسل مع المنتج صادق الصباح اسمه ابن حلال لرمضان الجاي إن شاء الله. نتمنى أن الحظر ده يتفك قبل العيد، لأن في أفلام نزلت إعلاناتها وتحدد خلاص أن هي نازلة في العيد، ولو الحظر موجود هأثر عليها بشكل كبير، لأن من أعلى الحفلات اللي بتعمل إيرادات حفلة 9 والميد نايت بالذات في العيد.
فأتمنى أن الحظر يتفك. أديك في سقف البحر، أديك في الأرض البحر، أديك في الجركن تركن، أديك في الحارة، أديك في البسمة البارة، أديك في الكازلك سين، أديك على أديك كين، أديك من فضلك هذا، أديك وتقول لي ماذا، أديك ترسم في السكة، أديك ترسم على الدكة، أديك تتعيش. ننتقل الآن لنلقي الضوء على أهم الحفلات التي سيحييها النجوم العرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات. ونبدأها من الإمارات، حيث سيحيي الفنان الكبير رابح صقر حفلا فنيا كبيرا في 17 من الشهر، أي ثالث أيام العيد، في دبي في فندق الحبتور جراند. أما في أبوظبي فسيكون الجمهور على موعد مع فنان العرب محمد عبده في الثامن عشر من الشهر في فندق جميرة أبراج الاتحاد، وذلك بعد يوم من حفل الفنان العرب في الكويت. كما سيحيي فنان فارس كرم حفلا فنيا في دبي بتاريخ 18 في فندق البستان روتانا. أما في الكويت فحفل يجمع عبادي جوهر، عبد الله رويشد، بلقيس في ربيع أيام عيد الأضحى في فندق كراون بلازا. في قطر أيضا مجموعة من الحفلات، منها بلقيس في 16 من الشهر، عمر عبد الله يوم 19، أما يوم 20 فحفل للفنان الكبير خالد عبد الرحمن، وكل الحفلات في سوق واقف الدوحة. إلى مصر التي سيحيي فيها الفنان عمرو دياب أولى حفلات ألبومه الجديد الليلة ثاني أيام العيد في الساحل الشمالي. أما الفنانة جنات ستحيي حفلا في مدينة الشروق في القاهرة ثالث أيام عيد الأضحى. وبعد غياب 3 سنوات بسبب الظروف التي تعصف بمصر، يحيي تامر حسني حفلا في 17 في العين السخنة. أما في بيروت وللأسف تقتصر الحفلات على بعض الحفلات الخاصة، ولا يوجد أي إعلانات لحفلات العيد حتى تاريخ إعداد الخبر. مشاهدينا سنكون في الأسبوع المقبل على موعد مع تغطية لحفلات العيد وأيضا لقاءات حصرية، لكن مع من لنتابع في هذه المقتطفات. هاي، تابعوا كل أخباري مع صبحي عطري على برنامج سيدتي. ما تنساوش تابعوا كواليس كليبي الأخير الجديد الأغنية الخليجية مع صبحي على برنامج سيدتي. على برنامج سيدتي. إذن ستتابعون الأسبوع القادم في فقرة الفنية لقاء خاص مع نانسي عجرم، ولقاء مع صابر الرباعي من كواليس كليب اللي بيتها من زجاج. وإلى هنا تكون أخباري قد انتهت، ألقاكم الأسبوع المقبل. سنعود الآن لهدى. يعطيك ألف عافية صبحي، وإن شاء الله كل سنة وانت بألف ألف ألف خير إن شاء الله. أتمنى لكل مشاهدين اللي قاعدين يتابعونا وكل فريق الإعداد كل سنة وانتم بألف خير وعيد مبارك عليكم. باكر موعدكم مستمر مع برنامج سيدتي، لكن أنا ألقاكم إن شاء الله في ثاني أيام العيد. تصبحون على خير وعيدكم مبارك.